أؤكد التزامي وعهدي مع أهالينا اللي موجودين هنا على إن إحنا هنقوم ونبذل ونشتغل أكتر وأكتر في مشروعات تعود بالخير على الناس كلها هنا. أمر مختلف خالص عن السنين اللي فاتت، وإحنا شغالين وهنشتغل أكتر، بنعمل وهنعمل أكتر، بنتحرك وهنتحرك أكتر، في إنفاق من الدولة وهيبقى في إنفاق أكتر، لأن ده أمر زي ما قلت كده مطلوب إن إحنا نشتغل عليه. نصر تلو الآخر تحققه الدولة على أرض سيناء الغالية، فبعد نصر تحقق في دحر الإرهاب وأصبحت سيناء على إثره ملحمة للتضحية والفداء بعزيمة أبطال وأيدي رجال لا يعرفون الخوف، ها هي تستكمل خوض معركة التنمية والتعمير في سيناء حتى توفر لمواطنيها واقعا جديدا يليق بهم. لم يتوقف العمل في محاور التنمية بسيناء منذ 2014 وحتى الآن، حيث تم إنفاق أكثر من 610 مليارات جنيه على الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط، بدون ربط ما يتم في إقليم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية. ففي مجال الطرق والكباري تم ربط سيناء عبر 6 أنفاق و7 كبار عائمة، ومد شبكات طرق تتجاوز أطوالها 3000 كيلومترا. في الوقت ذاته تضمنت جهود التنمية كذلك ربط سيناء مع العالم من خلال تنفيذ ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة. وفيما يتعلق بمجال البنية التحتية، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 25 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه. كذلك أضافت الدولة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء. وارتبطت عملية التنمية التي تقوم بها الدولة مع إنشاء تجمعات سكنية للأهالي الحاليين واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، حيث أنشأت الدولة 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة. أما في مجال الاستصلاح الزراعي، فتسعى الدولة لإضافة نحو 450 ألف فدان للأرض الزراعية بالمنطقة، ومن أجل ذلك تم تنفيذ مشروع محطة معالجة بحر البقر، والذي يضخ حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه إلى سيناء لخدمة عملية الزراعة الجديدة، وبالإضافة إلى مشروع مياه مصرف المحسمة بطاقة 1 مليون متر مكعب. هذا إلى جانب المشروعات الأخرى في كافة المجالات، ومنها مشروعات تعزيز التنمية السياحية بسيناء، حيث تتأهب مدينة سانت كاترين الواقعة في جنوب سيناء لتتحول إلى وجهة سياحية عالمية، بحيث يتم تنفيذ مشروع التجلي الأعظم الهادف لتحقيق أكبر استفادة من المكانة التي تتمتع بها هذه المدينة وتطويرها من جميع الجوانب، لا سيما وأن هذه المنطقة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لما تحويه من معالم دينية وتاريخية وبيئية.